واحدة من أبرز المشاكل التي يتحدث عنها بشكل كبير المواطنون في عمان هو الاكتظاظ، الأزمات المرورية، وأيضا وجود في وسط الأحياء السكنية مولات ومحلات تجارية كبيرة، مما يؤدي بالتأكيد إلى إزعاج السكان هناك. لذلك نحن اليوم سنفتح أكثر من شارع وأكثر من مكان في العاصمة عمان، لكن البداية تبدأ من عبدون تحديدا والاعتداءات على المساحات الخضراء من وجهة نظر مواطنين. أسابيع قليلة ستتحول هذه الحديقة المهجورة إلى حديقة مطورة ومؤهلة بخدمات وملاعب ومحال تجارية في صيغة جديدة في الاستثمار والتأهيل، ترعاها أمانة عمان من خلال شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير. على أن هذا المشروع التطويري يواجه رفض أهالي الحي الكائن في منطقة عبدون، فأمال المجاورين بوقف المشروع تسابق تنفيذه الذي بدأ على الأرض. وبينما لم يستسلم الجيران للفكرة بعد أو لا يستطيعون الاستسلام، فالشوارع هنا تغرق بالمركبات، والسؤال كيف سيكون شكل الحي بعد أشهر؟ كثير من الناس اشتروا لأنه المجمع، لأنه الحديقة موجودة، فبتروح أنت هيك فجأة مقابل انك انت مشان انه يعني تلم ضرائب من الناس انك تعمل مجمع تجاري. طيب في عندك شيء امانه، لازم يكون حدائق عامه، انت بتقضي على الحدائق العامه، ما عم بتساعد في هيك موضوع. تفاجئنا انه في قرار بانشاء محلات تجاريه بهاي المنطقه، يعني زي ما انت شايف واقع الحال انه من الان مزدحمه، وإحنا كسكان أساساً منعاني من فكرة إنه نلاقي مصف، فما بالك إنه لما تنشئ فكرة إنه إنشاء مجمعات تجارية بمنطقة سكنية رح تزيد المشكلة وتتضاعف. الشركة المنفذة للمشروع نفت ما يرد على لسان الأهالي حيث لا مجمعات تجارية في المخطط. بحب أكد أن أمانة عمان الكبرى ومن خلال الذراع الاستثماري رؤية عمان للاستثمار والتطوير لم تقم ولن تقوم بتحويل أي حديقة عامة مفتوحة يرتادها العامة إلى مجمع تجاري أو مبنى تجاري. فكرة المشروع تندرج في أنه ضمن خطط أمانة عمان لتحسين جودة الحياة وتطوير المنشآت المهجورة. بالنسبة للمشروع المذكور، هي المشروع سيقام على قطعة أرض 10 دونمات وهي حديقة عامة، سيخصص مساحة 90% من الأرض لإقامة الفعاليات، الملاعب، المساحات الخضراء، ملاعب المساحات المخصصة للعب الأطفال، ممرات المشاة، ممرات الدراجات، بالإضافة إلى مسرح خارجي، و10% من هذه المساحة ستخصص للاستعمال التجاري ليقوم بإدارتها المستثمر لغايات زي ما حكينا لغايات تأمين المصاريف اللازمة لصيانة الحديقة وإدامتها وتحقيق عائد معقول للمستثمر. وبينما يؤكد القيمون على المشروع موائمته مع التنمية الحضرية، يستمر أهالي الحي بتوقيع عرائض بهدف إيقافه خشية أن يسهم في ازدحامات داخل منطقة مكتظة أصلاً بالمجمعات التجارية. يعني دكتور المحامي بخيت الخليل، وأنت رئيس الفريق القانوني للدفاع عن سكان الحي، بدي أبدأ معك من آخر صورة شفناها وهو هذا الشارع المليء بالمحلات التجارية بالفعل. يعني هل هذا المنظر يزعجكم أنتم بسكان الحي؟ كيف تتعايشون معه؟ وهل قدمتم أيضا اعتراض على وجود هذا التراخيص لهذا الكم الهائل من المقاهي؟ دكتور بخيت. ستي مساء الخير. مساء الورد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ستي حقيقة يعني تفاجأ سكان المنطقة بداية هذا العام بإنشاء سوق تجاري من أمانة عمان لإحدى واجهات الحديقة تحت ما يسمى بإعادة تأهيل مرافق الحديقة. وللأسف هذا المشروع، يعني تعرف في بداية الحديقة أو الأرض هي تم استملاكها من مواطنين عاديين في البداية لغاية إنشاء هذه الحديقة، والآن سوف يتم تحويلها إلى مرفق خاص وسوق تجاري. هذا السوق راح يتضمن محلات ومقاهي ومواقف للسيارات، وبحجة الاستثمار، مع العلم بأنه الاستثمار لا يجوز أنه يلحق الضرر بالمواطنين القاطنين في المنطقة. وهذا راح يكون تكرار لتجربة سابقة أدى إلى هجرة سكان المنطقة الأصليين بسبب الإزعاج والضوضاء والأزوات المرورية اللي أصبحت البيئة حقيقة طاردة لأصحابها وسكانها الأصليين. نعم، وهناك قانون ينظم هذا؟ ساعة
ستي طبعا القانون الاستملاك اصلا القانون الاردني انه في حاله الاستملاك يكون الاستملاك لاجل المنفعه العامه او المصلحه العامه. واذا لم تقم الجهه التي استملكت الارض بتحويل هذه قطعه الارض الى منفعه عامه فانها بالاصل ان تعود الى اصحاب الاصليين، وبالتالي لا يجوز تحويلها من مرفق عام الى مرفق خاص. وكما عرفت انا واطلعت من الاخوان اللي انا وكيل عنهم بانه في هناك القائمين على هذا المشروع راح يكون اشخاص، يعني اشخاص متنفذين او اشخاص منتفعين من هذا المشروع، وبالتالي هو ذو منفعه شخصيه وليس منفعه عامه. نعم. واحنا كما نعرف ستي يعني هذا المشروع لا يقوم على اي دراسه، يعني المفروض يقوم على دراسه بيئيه، دراسه اجتماعيه، حتى دراسه امنيه، لانه راح يكون هنا في تجمعات وراح يكون بالتالي يسبب يعني الناس اللي الان اصحاب المنطقه لن يكون لهم هناك مكان مطمئن امن وبيئه يستطيعوا انه يسكنوا فيه، حتى اثر عليهم من ناحيه ماديه على الاستثمارات اللي تم شراء هذه المنازل الان باقامه هذا المشروع راح تنخفض القيمه السوقيه لعقاراتهم ومنازلهم. الدكتور المحامي بخيت الخليل رئيس فريق القانوني للدفاع عن سكان الحي، شكرا جزيلا لك، وانتقل مباشره الى السيد مصطفى ابو غوش وهو مدير شركه رؤيه عمان. يعني لماذا التصميم حتى هذه اللحظه على الاستثمار في قطعه الارض هذه رغم كل الاعتراضات والأسباب التي لربما هي منطقية بالفعل لسكان الحي؟ تفضل. مساء الخير. أهلا وسهلا قناتكم الكريمة، ومساء الخير للضيوف اللي معنا. في البداية بحب أكد على أنه أمانة عمان أو في البداية قطعة الأرض مدار النقاش هي قطعة تملكها أمانة عمان، وهي قطعة كجزء من دور أمانة عمان في دعم القطاع الرياضي والشبابي والأندية الرياضية. تم تخصيص هذه القطعة سابقا بعقد إيجار لمدة 15 سنة لأحد الأندية الرياضية الخاصة المملوكة لإحدى الشركات الخاصة. عقد الإيجار استمر من بداية عام 2008 وصولا لعام 2022. بعد العام 2020 تم استلام قطعة الأرض من قبل أمانة عمان خالية من أي مرافق، من أي منشآت وغير صالحة للاستعمال وتخلو من أي مرافق سلامة عامة. وبالتالي قامت أمانة عمان كجزء من مبادرة تقوم على إحياء وإعادة تأهيل وإنشاء الحدائق العامة في مدينة عمان، وهي جزء من المطالبات التي يطالب بها سكان أمانة عمان بتوسيع الرقعة الخضراء وإنشاء الحدائق بالتزامن مع الكثافة السكانية العالية والتوسع العمراني. فكانت استراتيجية أمانة عمان كخطة استراتيجية أعلنت عنها من 2022 ل 2026 تقوم على عدة محاور، أهم هذه المحاور هو رفع جودة الحياة وتحسين البيئة وتوسيع الرقعة الخضراء من خلال إنشاء الحدائق وإعادة تأهيلها بالشراكة مع القطاع الخاص. الآن هذه الحديقة بالإضافة إلى حدائق أخرى، هذه الحديقة لن تكون الحديقة الأولى، سيكون هناك مجموعة أخرى من الحدائق التي سيتم إنشائها في عدة أحياء بمدينة عمان بالتشارك مع القطاع الخاص. يعني سيد مصطفى لن يتم الاستثمار في هذه الحديقة على أساس تجاري، لن يكون هناك مقاهي. للتوضيح سيدتي، الحديقة سيتم تمويلها من الشراكة مع القطاع الخاص. تكلفة تمويل الحديقة 1,200,000 دينار أردني، سيتم إقامة تقريبا الحديقة مساحتها 10 دونمات، جزء من العشر دونمات سيتم قطعه كشارع خدمي ومواقف إضافية تخدم المنطقة وتخدم وتخفف من الاكتظاظ في المواقف والطلب على المواقف، وحوالي 6 دونمات من هذه القطع ستكون عبارة عن مساحات خضراء وملاعب، بالإضافة إلى جزء سيكون مخصص كنادي ثقافي، لذلك بالتأكيد على دور الحديقة كمركز ثقافي مجتمعي. لن تكون حديقة عادية من الحدائق اللي بنشوفها، ستكون حديقة متميزة بالخدمات التي ستقدمها وبالمنشآت التي ستتواجد فيها. الحديقة ستوفر مركز ومتنفس أخضر ومركز ثقافي ومجتمعي لخدمة السكان والمنطقة. جزء من هذه الحديقة لن يتجاوز 10% من مساحة الحديقة، سيكون مخصص للاستعمال التجاري. الغاية من هذا الاستعمال التجاري هو استعمال تجاري خفيف ومحدود، الغاية منه فقط هو تمويل التكاليف اللازمة لصيانتها وإدامتها والمحافظة عليها. وصلت الصورة بالكامل سيد مصطفى أبو غوش مدير شركة رؤية عمان. هذه التجربة ليست التجربة الأولى، أمانة عمان في السابق قامت تعمل مجموعة من الحدائق بالشراكة، وإحدى هذه الحدائق المعروفة هي بالشراكة مع أحد البنوك المتميزة في عمان، وهي معروفة باسم البنك موجودة في منطقة عبدون. فنفس النموذج سيتم تكراره، وسيتم الاستفادة من هذا التشارك مع القطاع الخاص في خدمة سكان المنطقة وتلبية تزايد السكان. نعم، كل الشكر
لك سيد مصطفى أبو غوش مدير شركة رؤية عمان، وأنتقل مباشرة إلى المهندس بهاء مرجي وهو عضو المنتدى الأردني لتخطيط البيئة. وأيضا نفس المشكلة تواجه سكان الويبدة مع السيد محمد النابلسي وهو من مؤسسي حملة محلي، لكن اسمحوا لي أبدأ مع المهندس بهاء. مهندس بهاء، يعني المواطنين هذه المشكلة ليست فقط في عبدون، بل أيضا وصلتنا شكاوى كثيرة في أيضا منطقة صوفية وعدة مناطق، بيكون حي سكني بيجي هالمول بيكون موجود بالنص بيأثر على السكان اللي على اليمين وعلى الشمال، فبالتالي لا يوجد راحة، إزعاج كثير وإلى آخره. لكن كما سمعنا من السيد مصطفى بأنه هذه شراكة جديدة ستكون مساحة خضراء والاستعمال فقط 10% للاستثمار والاستعمال التجاري، رأيكم من ناحية الهندسية والتخطيط؟ نعم ستي، احنا في عندنا مشكلة متجذرة في عمان وفي الأردن بشكل عام، اللي هي انحسار الرقعة الخضراء المفتوحة للعامة، زائد انه اللي فاقه بالمشكلة هو احنا اغلب الملكيات الموجودة في المملكة هي ملكيات خاصة، وبالتالي اي مخطط شمولي صعب تنفيذه بدون استملاكات ضخمة تصير خلال لتنفيذ هذا المخطط الشمولي، وعليه عرفا وتاريخيا جرى التطوير والتنظيم بشكل افراز مساحي دون الاخذ بعين الاعتبار المعايير التخطيطيه والتنظيميه الملائمه. اعطيك مثال، احنا الارقام المعلنه من امانه عمان بتحكي انه حصه الفرد في عمان من المساحات الخضراء هي 2.5 متر مربع، مع تحفظنا على طريقه حساب هذا الرقم ولنفترض انه صحيح، هذا رقم متدني جدا. الحد الأدنى اللي توصفي منظمة الصحة العالمية هو 9 متر مربع لكل فرد. بالمقابل مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية الحد الأدنى هو 40 متر مربع لكل فرد، يعني لك أن تتخيل الفجوة. الكثافة السكانية، الحد الأدنى للكثافة السكانية المتوسطة يتراوح من 150 شخص إلى 250 شخص في الهكتار، إحنا في عمان المتوسط عندنا 250 شخص في الهكتار. الاقتطاعات خلال التنظيم بتصير أغلبها شوارع للأسف، بسبب أنه التشريعات الناظمة لعملية التخطيط تركز فقط على اقتطاعات الشوارع والبنية التحتية، وأي نسبة تفوق 25% اللي نسميها الربع القانوني يترتب عليها كلفة مالية. مهندس بهاء، اسمح لي أنتقل للسيد محمد النابلسي وهو من مؤسسي حملة محلي. يعطيك ألف عافية سيد محمد. يعني لربما إحنا سمعنا عن مشكلة مختلفة حول الوسط التجاري داخل المنطقة السكنية، لكن أيضا لجبل الويبدة حصة، وأنتم مؤسسي حملة محلي لكنها أيضا متعلقة في التخطيط والاعتداء أيضا على راحة السكان. تفضل احكي لنا أكثر عن ما يحدث في جبل الويبدة. اهلا وسهلا فيك. جبل الويبد الان بتعرض الى، خلينا نحكي لك، لحملة استثمارية ضخمة كبيرة بتم عمالها شراء البيوت القديمة واعادة، خلينا نحكي، بدي احكي لك نسفها، لا احكي مش اعادة، نسف هذه البيوت القديمة واقامة مباني استثمارية ضخمة. هذا عماله بيأثر بعدة مناحي. اول شيء موضوع الاقتصادي، الموضوع الاقتصادي بيأثر على أهل المنطقة، عمالها بتطفش من بيوتها، هذا رقم واحد، وعمالها بصير مواضيع اجتماعية كبيرة وبيخلق أزمة. ثالث، هاي المواضيع اللي هي عملية الاكتظاظ، أزمة السير عمالها بتكون خانقة، الناس اللي برا مش عمالها بتيجي على الناس اللي موجودة في الويب دي، فهاي كتير أزمة، يعني كيف بدي أقول لك، أزمة خانقة عمالها بتصير، وخصوصا بفترة الذروة اللي ما بين 4 العصر لغاية 8 المغرب أو 9. عدا عن هيك عمالهم الجبل الويبدي بتجي، يعني خلينا نحكي، أشخاص إحنا ما بنعرفهم، إحنا أول مرة بنشوفهم، عاداتهم كتير غريبة عنا، الأشياء اللي بيسووها واللي بيرقصوا فيها واللي بيعملوا واللي بيهرجوا، يعني خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا. الآن رفعنا عريضة في جبل الويبدة للمختار، بنستنى الرد فيها. الاستثمارات عمالها بتهد البنية، خلينا نحكي، اللي تربينا عليها الاجتماعية والأخلاقية اللي تربينا عليها. برضو غير هاي الشغلات، احنا عمالنا بنتعرض لأزمات خانقة من ناحية السير بالبنى بشكل العمارة. يعني خلينا نكون يعني هيك صريحين، احنا ليش بدنا نروح على الويبدة؟ ليش نروح على البلد؟ عشان شكل العمارة الموجودة فيها. الآن بطلت العالم تروح عليها، الاستثمارات عمالها تنسف هذا الشكل، هذا البناء القديم وبتحط شكل جديد. بالضبط بالضبط. وغير عن هيك، يعني
كيف بدي اقول لك، عملها بتجيب خلينا نحكي حكينا يعني عادات وثقافات احنا ما عمرنا شفناها، نعم وعاد هيك عمالها بتجيب برضه كمان اوساخها معها، نعم وهي كثير نقطة وصلت مفيدة. ووصلت الصورة، وأكيد رح نتابع معاك وممكن رح نيجي على الويب بس دي انا بدي ونصور احكي بنقطة تقرير. كثير مهمة، نعم بدي احكي بنقطة كثير مهمة اللي هو قانون حماية خلينا نحكي الإرث الحضاري. نعم احنا مشكلتنا في 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 ذواتنا أستاذة، احنا مش عارفين نفعل هذا القانون من خلال اعتراضنا في أمانة عمان. قانون مفعل والقانون بيحمينا، ولكن نحن بحاجة إلى نسجل بيوتنا القديمة بدائرة الآثار اللي موجودة بأمانة عمان، وهذه كتير نقطة مهمة. نعم ست يعني نعم. هذا جزء منه على المواطن. رح نتابع معك سيد محمد النابلسي، رح نيجي عندك ورح نصور البيت ورح نصور البيوت الموجودة وأيضا تفاصيل الأزمة. كل الشكر لك. وبدي أختم مع المهندس بهاء مرجي، عضو المنتدى الأردني للتخطيط والبيئة لتخطيط البيئة. مبدئيا إذا يبدو أن المشكلة مع الاستثمار التجاري، سواء في وسط مدينة قديمة لها طابع حضاري أو في وسط أحياء سكنية، كيف من الممكن أن لا نضر الاستثمار وأيضا أن لا نضر أيضا يعني سكان المناطق؟ شوف، هو في حلين، في اتجاهين. الاتجاه الأول في أكيد التشريعات الناظمة، إحنا بحاجة إلى يعني نقلة نوعية في تطوير تشريعاتنا بما يحمي الطرفين، يعني يحمي الاستثمار ويحمي أصحاب العلاقة وأصحاب الأرض وأصحاب الملكيات الفردية اللي حكينا عنها. وهناك برضو إحنا بنسميها مسؤولية أخلاقية على القطاع الخاص يعني تفعيل الممارسات التخطيطية السليمة. أنت كمستثمر بالقطاع الإسكان، الأصل أنك تعين مكتب هندسي معماري ومكتب هندسي حضري يمتلك الكفاءة وتتبنى الرأي الحصيف اللي بيعطيك إياه، حتى لو كان هذا الرأي يتضمن تخصيص جزء من أراضيك كفراغات عامة للسكان، لأنه هذا بالأخير هي مصلحة عامة لكل المجتمع ومسؤولية على القطاع الخاص تجاه المجتمع اللي هو بده يشتغل فيه، يرفع من جودة الحياة زي ما تفضل مصطفى قبل شوي، نرفع جودة الحياة في العاصمة عمان. هناك في عمان مشاريع مشرفة يعني تعمل على هذا التوجه، مثل مشروع العبدلي، مثل المشاريع حديقة الأعمال، بتحاول ترفع جودة الحياة وجودة البيئة الحضرية اللي موجودة في مدينة عمان. احنا مع هذا التوجه، بعد يعني توكيل اصحاب العلاقه، اصحاب الخبره، اصحاب العلم في قياده هذا الموضوع بالشراكه مع اصحاب العلاقه اللي هم المواطنين، يعني لازم يكونوا جزء من اتخاذ القرار، مش تنزل المشاريع عليهم مفروضه فرضا يعني. نعم، كل الشكر لك مهندس بهاء مرجي، عضو المنتدى الاردني للتخطيط البيئي. اذا حلقه اليوم من برنامج من هنا نبدا انتهت، نلقاكم غدا في نفس التوقيت مع زميلي اخلاص العتوب.